الإخوان المسلمين، محمد مرسي، عمرو أديب، الأستاذ عمرو أديب مرة تانية، لأن أنا تعودت إن أنا أقول له يا أستاذ عمرو، أنا عمري ما ناديته باسمه بالمناسبة. أنا راجل أدعي إن أنا متربي كويس. أستاذ عمرو أديب أكبر مني ب 11 سنة، ما أقدرش أقول له يا عمرو. ما ينفعش. أنا ليا زميل هنا أكبر مني بسبع سنين. أقول له عم سعد. سبع سنين، أقول له عم سعد. أنا خلقتي كده. موضوعنا أو مش موضوعنا، سيبك منه دلوقتي. طب تعال نروح على برضه حاجة غريبة جدا، إخوان المسلمين وجي محمد مرسي أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر، الآن جماعة الإخوان المسلمين الذين تأسسوا من عام 1928 هم الفصيل السياسي الأكبر. فصيل سياسي، شايف الإخوان المسلمين فصيل سياسي الأكبر الأقوى المش عارف ايه، وهم القادرون وهم الذين يستطيعون. الناس انتفضت ضد الاخوان، الدفة بدأت تبان، خلاص اخوان نو. استاذ عمرو اديب بدأ يهاجم الاخوان على ما جت 30/6. طيب 30/6 حلوة، 30/6 جميلة، طيب شوية فخامة الرئيس اترشح للانتخابات، كل حاجة تمام، كل حاجة حلوة. شوية أستاذ عمرو سافر، حقه يسافر، يشتغل، شغله لقمة عيشه، أنا مش ضد ده. وهفضل طول عمري مش ضد ده. بس لقينا اللهجة بتختلف، كلام بيختلف. فجأة ما بقتش يعني ده اللي المفروض يحصل، ولا مش ده الاداء، ولا والقرارات، ولا في اللي مش عارف ايه. هو احنا حلوين ولا وحشين؟ ما انا برضو مش عارف، مش فاهم، مش بالع، مش مستوعب.